السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد. اليوم سوف نقوم بشرح درس كيفية حذف حساب جيميل من جيميل كليا. لا تنسوا بالنقر أولا على سبسكرايب للقناة من الفيديو أو من الفيديو أو بالنقر على سبسكرايب أو اشترك حتى يصلكم كل جديد. طيب، من يمكنه من أي شخص لديه حساب ويريد أن يحذف الحساب، ماذا يقوم بالدخول إلى حسابه؟ طيب، هنا الإعدادات، إعدادات الخاصة بالحساب، وهي إعدادات خاصة بتهيئة الحساب فقط. تأتي إلى هنا وتنقر على حسابي، تنقر على حسابي، تظهر لك هذه المعلومات. كما تشاهد حاليا كونيكسي سيكوريتي انفورماسي بيرسونال بيرفورمانس دو كونت، من بيرفورمانس دو كونت تأتي إلى هنا سوبريمي فوتر كونت دي سيرفيس، تنقر عليها. سيبريمي دي برودوي اي سيبريمي لو كونت جوجل اي لي دوني اسوسي. من هنا اذا كنت لا كان حسابك باللغة الفرنسية، يمكنك ان ترجعه الى اللغة العربية. طيب، نختار سيبريمي لو كونت جوجل اي لي دوني اسوسي. يقول لك أعيد إعادة كتابة الرقم السري الخاص بك. تعيد إدخال الرقم السري الخاص بالقناة حتى يتأكدوا بأن القناة هي ملك لك ولم تعمل يعني بيراك لهذه القناة. تنقل كونيكسيون. سوبريمي فوتر كونت جوجل. هنا تم ازالتها. وماذا قال لك؟ فو بوف تيليشارجي فو دوني افون لو سوبريمي فوتر كونت. يمكنك تحميل معلوماتك او ملفاتك التي تضعها او التي ارسلت اليك الى جيميل حتى بعد ان قمت بحذف الحساب. انقر هنا فقط. هنا يخبرك بان هذا الحساب تم حذفه، وهذه الصورة الخاصة به. تنقر وي لموافقة، ثم تنقر على سوبريمي لو كونت. Vous avez supprimé votre compte Google par mégarde. Vous pouvez essayer de le récupérer dans un délai limité après la suppression en procédure comme suite. يمكنك استرجاعه بعد مدة قصيرة فقط، يوم أو يومين أو أسبوع، من خلال الدخول الى الصفحة التالية assistance-relative.com، ثم تتبع المراحل كما هكذا. تدخل الايميل او رقم الهاتف ثم تواصل بقية المراحل. الى هنا نأتي الى نهاية هذا الشرح. لا تنسوا بالنقر سبسكرايب لقناة حتى يصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.